الفقر البوراوي عوده من جديد بعد غياب عام ونص على السي اس اس. اليوم شفناك دخلت في اخر ربع ساعه، احكي لنا على الاجواء اللي لقيتها في طيب الماري. والله يا خويا الحمد لله التوفيق من عند ربي، ان شاء الله نكملوا هكا. والله مشيت عام ونص بري المسير الحمد لله، طلعنا رجعنا الناسيونال وتو رجعت لجمعية الام، ان شاء الله باش ننزلوا الكاف باذن الله. اسنا اسمه في الجهه اللي صار في سي اس اس، فما انت فما حسام دكدو فما سليم المحجب، فما برشا تنافس. بون الاولاد الكل حشنا بهم، بعد الكونكيرونس تجيب التيران، تجيب المهم مصلحه النادي الرئيسي الفرنسي الحمد لله.